اليوم سنتحدث عن بعض المعلومات التي ربما تنقذ حياتك وحياة من معك في بعض حالات الطوارئ، لذا شاهد الفيديو للنهاية. لمحة معرفة، اكتشف ما لم تكن تعلم. احتراق آنية الطهي. في حالة نسيان إحدى أواني الطهي حتى الاحتراق، لا يجب وضع الماء البارد عليها لإطفاء الحريق، لأنه سيجعل الحريق يزيد، ولكن في هذه الحالة يجب عليك استخدام الآتي. إذا كان لديك كربونات الصوديوم، يتم وضعها بشكل بطيء، وهذه المادة تساعد على إطفاء الحريق بشكل سريع، وفي حالة عدم توافر كربونات الصوديوم، يتم وضع قماشة مبللة بالماء لتغطي الحريق وتغمده بشكل كامل. السباحة في البحار. في حالة السباحة في البحار وقيام الأمواج بشكل كبير، لا يجب عليك السباحة بشكل عمودي للأسفل لتفادي الأمواج، لأن ضغط الأمواج من الممكن أن يغرقك، ولكن لتفادي الأمواج يجب عليك السباحة بشكل أفقي في اتجاه معاكس للأمواج للحفاظ على نفسك من ضغط الأمواج ولكي لا تجرفك في مكان بعيد عن الشاطئ. نزيف الأنف. يعاني الكثير من الكبار من نزيف الأنف لأسباب كثيرة، منها الحساسية من روائح معينة أو الاصطدام القوي بشيء ما، ولكن طريقة التعامل مع النزيف قليلين من يعرفوها، فلا يجب أن ترفع الرأس أو ينظر المصاب للأعلى حتى يجف الدم، ولكن الطريقة الصحيحة لإيقاف النزيف هي ميل الرأس للأسفل والضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف. التيه في مكان ثلجي. إن تعرضت للبقاء في مكان ثلجي لفترة طويلة، لا يجب عليك تناول الثلج على أنه ماء، لأن الثلج يحتاج إلى كثير من الأكسجين والطاقة للاحتراق داخل الجسم لكي يصبح ملائما لدرجة حرارة الجسم، وهذا من الممكن أن يعرضك للكثير من المشاكل، وخصوصا إذا كنت مرهقا وتحتاج إلى توفير طاقتك، ولكن الحل الأفضل أن تقوم بإذابة الثلج حتى يصبح مياها، وبعدها تقوم بشربه بشكل طبيعي. التيه في الصحراء. في حالة إذا تعرضت للتيه أو البقاء لفترة طويلة في مكان مهجور، وكانت خصائص هذا المكان صحراوية وليس به الكثير من الأكل والشرب، يجب أن تعرف أن قانون الحياة يقول أن الإنسان يستطيع أن يعيش من 3 إلى 4 دقائق بدون أكسجين، ومن 3 إلى 4 أيام بدون مياه، ويستطيع البقاء على قيد الحياة مقابل وجبة واحدة في الأسبوع. الإصابة باحتراق في الجسم. في حالة الإصابة بآلة حادة أو زجاج يخترق الجسم بشكل كبير، لا يجب أن تقوم بنزع هذه الآلة أو الزجاج من جسمك مباشرة من مكان الإصابة، وخصوصا إذا كانت الإصابة كبيرة. يجب عليك محاولة إيقاف النزيف دون نزع الآلة الحادة حتى تصل إلى أقرب مكان متخصص، ويقوم الأطباء بنزع الآلة الحادة هناك حتى لا تفقد الكثير من الدم في حالة نزع الآلة الحادة من مكان الإصابة. الجروح العميقة. أنصحك في البداية بالذهاب فورا للحصول على استشارة طبية في حالة الجروح العميقة، ولكن إذا كنت في حالة طارئة يجب عليك فعل أمرين هامين. الأول هو استخدام كريم أو محلول مطهر لتنظيف الجرح بشكل جيد، وبعدها يجب ألا يتعرض الجرح للهواء، لذا يجب تغطيته بأي شيء، وفي حالة عدم توافر أي غطاء يمكنك الضغط عليه بيديك بعد تطهيره جيدا لمنع وصول الأتربة والهواء الملوث لعمق الجرح. مواجهة التماسيح. في حالة إذا وقعت في لقاء مباشر مع أحد التماسيح على البر، لا تعتقد أنها كائنات بطيئة للغاية وتتحرك بشكل هادئ، ولكن في حقيقة الأمر إن التماسيح يمكنها أن ترقد بسرعة تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة، لذا يجب عليك الهروب سريعا للحفاظ على حياتك من هذا الكائن المفترس.